الاجتماعي. وعلى ذكر وسائل التواصل الاجتماعي خليني بقى نبتدي مع فسنت، لان فسنت كان قبل ما يعني قبل ما نشوف فسنت في اعمال دراميه مختلفه، كان لها فيديو على اليوتيوب من فتره مش بعيده قوي، كانت بتتكلم من خلاله بلكنه شرقاوي والموضوع واللكنه والمفردات اللي كانت بتستخدمها والوراق والحاجات اللي زي كده، قلبت الدنيا في ذلك الوقت، وكانت حديث المدينه بالمعنى الحرفي. تعالي نبتدي من الفيديو ده مبدئيا، لما انت عملتيه كنت متخيله انه ممكن يكون في وقت من الاوقات بوابه ليكي لدخول مجال التمثيل، ولا مجرد حاجه حبيتي تعمليها وخلاص؟ لا، انا الاول عملت قبله فيديوهات كتير باللكنه الشرقاوي. دي كانت بدايه تعرف الناس عليا في السوشيال ميديا. وبعدين عملت مسلسل الوصية وعملت كذا حاجه، وبعدين عملت الفيديو ده. الفيديو ده بقى اكتر الفيديوهات اللي انا عملتها باللكنه الشرقاوي سمع مع الناس جدا. ما توقعتش ان الموضوع يسمع بالدرجه دي، يعني لقيت مصر كلها بتتكلم. انت كنت بتعمليها فور فان يعني كده؟ اللي هو انا بحب ايه، عندي هوايه ان انا اكتب حاجه صغيره، سكريبت صغنن حاجه كده، فقاعده كده فالفكره جت في دماغي عملتها. ما تخيلتش كميه الشير والمكالمات اللي جات لي والبرامج طب إيه ده؟ ما تيجي نعرف الناس الجزء اللي لسه ما يعرفوهوش عنك قبل ما نتكلم بقى على الادوار والمسلسلات. ومبدئيا اول عرض جالك على الاطلاق كان من خلال مين وفي اي عمل؟ بس عرفينا عنك انت شخصيا، يعني خلفيتك ايه؟ انا بسنت نبراوي من الزقازيق، عشت وتربيت عمري كله هناك، ماليش غير اخت واحده رضوى. لما اشتغلت مضيفه جويه جينا استقرينا هنا في القاهره انا واهلي. وبعدين الظروف الصحيه اضطريت ان انا اسيب الطيران، بس قعدت فيه كتير بقى سنين عمري يعني. ولما سبته ابتديت بقى هوايتي بقى تطلع، اللي هو بقى اكتب حاجات صغيره، اعمل فيديوز. ما كانش في دماغي ابدا ان انا انزلها حتى على السوشيال ميديا، فاصحابي هم اللي شجعوني قالوا لي لا نزليها وشوفي بقى ايه رد فعل الناس. فحياتي الاول كانت حياه عاديه جدا، كلها سفر وتنطيط بس محدش كان بيقول لك عشان شكلك ما تجربي تمثلي. دايما البنت الحلوه في مصر يقول لها ما تروحي تمثلي، يعني اتقالت لنا كلنا. انت اكيد اتقالت لك برضه عشان شكلك حلو؟ ربنا يجبر بخاطرك، ده لازم يبقى منتج نفسه حلو يا توابي عشان يقول لي انا بصفه خاصه بقيت زي اللي هي بتقول. والله يا كريم من الناس ده، مفيش بني ادم قالها لي. طب والله العظيم اقول لك على حاجه، بلاش بقى خلاص والله. اصل انا كريم بشوفه من واحنا صغيرين. لا على فكره انت زمان كان شكلك حلو جدا والله، حلو الحقيقه. سيدي ليه احكام كنا بنتكلم فيه قبل الهوا، كنا بنتكلم في التفصيل. انت هتقعد تخليني اقول حاجات؟ اتفضل يا اكسلات.